بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء 22/9/2020، حصة الأحياء لطلبة الصف العاشر. في الحصة الماضية عاشر تعرفنا إلى مفهوم التطور، وتعرفنا إلى بعض النظريات التي وضعها العلماء لتفسير تطور الكائنات الحية. في البداية تعرفنا على نظرية الانتخاب الطبيعي وضعها العالم داروين، وتحدثنا عن هذه النظرية وكيف لاقت نجاحا بين العلماء. أما النظرية الثانية فكانت نظرية التوازن المتقطع، وهذه النظرية واجهت نقد عند العلماء لأنه ما كان في عندي دليل على حدوث هذه النظرية. اليوم إن شاء الله راح نتعرف على أدلة على حدوث تطور الكائنات الحية. سنستعرض بعض الأدلة التي تدل على حدوث تطور في الكائنات الحية. في عندي ثلاث أدلة، راح ندرس هاي الأدلة، راح نرفقها في صور. في عندي بالكتاب صور للدليل الأول، لكن الدليل الثاني والثالث للأسف ما في صور. أنا أرفقت لكم الصور في هذا الفيديو. في البداية أول دليل على حدوث تطور الكائنات الحية هو ما يسمى بعلم التشريح المقارن. ما معنى علم التشريح المقارن؟ قبل ما نحكي عنه كدليل لتفسير نظرية التطور، التشريح المقارن المقصود فيه عاشر اللي هي دراسة تراكيب الكائنات الحية. فأنا عم بشرح بعمل تشريح للكائن الحي، فبدرس تراكيبه، عظامه، أجزاءه الداخلية وهكذا. فمنسميه هذا العلم علم التشريح المقارن. علم التشريح المقارن بيركز كثير على التراكيب، تركيب الكائن الحي. ما دور علم التشريح المقارن في حدوث تطور للكائنات الحية؟ بحكي لك إنه علم التشريح المقارن هو أحد الأدلة المقترحة لتفسير نظرية التطور، حيث يرى العلماء التشابه في تراكيب معينة ضمن مجموعة من الثدييات دليل على أن خالقها واحد. شو معنى هذا الحكي؟ أخذ العلماء، نحن نحكي عن البيولوجيين، علماء الأحياء. العلماء الأحياء أخذوا مثال على الثدييات، إجوا أخذوا مجموعة من الثدييات. عندي بالكتاب أخذوا الخفاش والدولفين والقط. أنا جبت لكم عندي الصورة المرفقة اللي عندي هون. في عندي معطينا الخفاش، وفي عندي الإنسان، وفي عندي الأسد، وفي عندي الدولفين. ماشي، هذول جميعهم بيشتركوا انهم جميعهم ثدييات، ثدييات يعني كائنات حيه تتكاثر بالولاده. هلا كيف اثبت علم التشريح المقارن ان هذه الكائنات الحيه خالقها واحد؟ كان كالتالي. اذا بتلاحظ حضرتك في الانسان، لانه احنا الهيكل العظمي للانسان اصلا احنا اخذناه بالصف التاسع في ماده الاحياء، الصف التاسع درسنا الهيكل العظمي للانسان. اذكركم فيه، احنا حكينا انه الأطراف العلوية للإنسان مكونة من ثلاث أجزاء رئيسية. في عندي المنطقة الأولى اللي هي منطقة العضد، هي، وفي عندي منطقة الساعد، وفي عندي منطقة الرسغ. ما يميز منطقة الساعد إنه فيها عظمتين، لاحظ هي منفصلات عن بعضهم البعض، اللي هي الكعبرة والزند. أما منطقة الرسغ ففيها خمسة أصابع. خلينا نشوف النوع الآخر من الثدييات زي الخفاش، هل له نفس التركيب أو لا؟ لاحظ هاي العضد، هي عندي الساعد بعظمتي الكعبرة والزند، وفي عندي منطقة الرسغ، ولاحظ انه حسب الصورة مكون من خمسة أصابع. نشوف كمان الأسد، في عندي الأسد أو اللبؤة أو النمر أو القط اللي بدك إياه، في عندي هون العضد، في عندي الساعد بعظمتي الكعبرة والزند، وفي عندي الرسغ المكون من خمسة أصابع. في الصورة الثالثة اللي هي عند الدلفين، هي الأطراف العلوية للدلفين، لاحظ في عندي هاي العضد، في عندي هنا منطقة الساعد، وهذول العظام المتفرقات هي الأصابع، خمسة أصابع موجودة عند الدلفين. فتشابه هذه التراكيب عند جميع الثدييات كان الدليل على أن الخالق هو واحد. هيك بنكون تعرفنا على الدليل الأول من الأدلة التي تدل على حدوث تطور الكائنات الحية. هلا راح نتعرف على الدليل الثاني. الدليل الثاني هو ما يسمى بالسجل الأحفوري. في السجل الأحفوري في الكتاب شارح لي بس مش مرفق لي بصورة. ممكن احنا يا عاشر مر معنا، يعني مصطلح كلمة الأحفوري مر معنا في السنوات السابقة. الأحفوري لما نحكي أحفورة فهي بقايا الكائنات الحية، آثار بقايا الكائنات الحية. ممكن بقاياها تكون أنياب، يعني ممكن تكون هيكل عظمي، ممكن تكون آثار أقدام لكائن حي، ممكن تكون صدفة، ممكن تكون قوقعة إلى آخره. ف
فهاي بقايا الكائنات الحية التي تظهر في الصخور هاي نسميها أحافير، فهي لكائنات حية عاشت قبل ملايين السنين. ممكن هذا السلم اللي أنت شايفه هذا اللي سميناه سلم الزمن الجيولوجي، مر معنا بالسنوات السابقة سلم الزمن الجيولوجي بيظهر لي فيه أنواع الكائنات الحية التي ظهرت منذ ملايين السنين وكيف تطورت. يعني مثلا لاحظ أنه في القديم، في القديم الهبائي كاتب لك في الأولى أنه العمر أكثر من 570 مليون سنة. فمثلا أحافير دقيقة، شو يعني دقيقة؟ يعني كانت لكائنات حية دقيقة. هذه أول ما ظهرت الأرض. في عندي بعض أنواع الطحالب، كان وجود الطحالب جدا مهم عشان يقال أنه قديما لما ظهرت الأرض لم يكن فيها نسبة كافية من الأكسجين، فبلشت الطحالب تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتنتج لي أكسجين عشان تسمح لي بظهور كائنات حية أخرى. ثم تطور ذلك فظهرت عندي بعض أنواع الكائنات الحية مثل التروبولايت، نوع من أنواع الأحافير القديمة. هذه أعمارها تتراوح من 360 و570 مليون سنة. ثم تطورت الكائنات الحية، فظهرت عندي الأسماك العظمية، ظهر عندي المرجان، ظهر عندي بعض أنواع القواقع، وظهرت هنا في الحقبة هون لاحظ ظهرت بعض السرخسيات وهي أنواع من النباتات. ثم تطورت الكائنات الحية، لو صلنا لأثار عقارب، أثار أسنان قرش، في أجنحة حشرات، هذا يسمى سجل أحفوري. فالسجل الأحفوري من أهميته أنه يحفظ أنماط التطور في الكائنات الحية، هو بيوضح لي كيف تطور الكائنات الحية. ولاحظ كمان أنه من أهمية السجل الأحفوري أنه يوضح التغيرات الأنواع الحالية عن الأنواع السالفة. يعني مثلا السرخسيات قبل ملايين السنين، هل هي نفسها؟ مثلا الماموث اللي ظهر قبل ملايين السنين وانقرض، هل هو مشبه الفيل بنفس التركيب؟ فهاي كله من خلال السجل الأحفوري استطاع العلماء معرفته. الدليل الثالث على الأدلة التي تدل على حدوث التطور هو ما يسمى بالبيولوجيا الجزيئية. البيولوجيا الجزيئية عاشر، معنى كلمة الجزيئية يعني أنا بدخل في الجزيئات. نحن نعرف لما درسنا عن الجهاز الهضمي حكينا يا عاشر إنه الإنسان يتناول الغذاء تراكيب معقدة، ثم بتتم عنا عملية الهضم تحويلها إلى جزيئات بسيطة، بعدين عملية الامتصاص عشان تروح على الجسم. فمثلا أخذنا عن البروتينات، البروتينات تدخل إلى الجسم عن طريق اللحوم مثلا، بتدخل المعدة هناك باستخدام الأنزيمات تحول إلى تراكيب بسيطة تسمى هذه التراكيب البسيطة الحموض الأمينية. فالحموض الأمينية هي بالأصل كانت بروتينات. لاحظ العلماء أن الحموض الأمينية متشابهة عند عدد كبير من الكائنات الحية. فمثلا شايف تركيب هاي الصورة، هذه الصورة تمثل نوع من أنواع الحموض الأمينية اللي هو حمض الجلوتامين. حمض الجلوتامين هاي تركيبه، جميع الكائنات الحية اللي بيدخل في أجسامها حمض الجلوتامين نفس التركيب، بعطيني نفس هاي الصورة بنفس، يعني هون رابطة ثنائية، هون رابطة أحادية، هنا في نيتروجين مع هيدروجين، هنا هيدروكسيد، أكسجين وهيدروجين إلى آخره. فهذا التشابه بجزيئات الكائن الحي كان دليل على حدوث التطور. من الأمثلة أيضا اللي هي مكونات الدي ان ايه، ممكن يعني بس تفتح التلفزيون وتشوف هذا الشكل دغري يا عاشر تعرف انه هذا شكل الدي ان ايه. جميع الكائنات الحية حقيقية النواة لما بدي ادرس الدي ان ايه، القواعد النيتروجينية عندها أربعة ثابتة في جميع الكائنات الحية اللي هي أدنين وثايمين وجوانين وسيتوسين، إنه الأدنين والثايمين بيرتبطوا مع بعض، الجوانين والسيتوسين بيرتبطوا مع بعض، فهاي التركيب والتشابه في التركيب كان دليل على حدوث تطور في الكائنات الحية. طبعا الصورتين مش موجودات في الكتاب، أرفقتهم بس عشان يكون عندك سهل إنك تعرف المفهوم بالبيولوجيا الجزيئية. في صفحة 14 ضروري لو سمحت نفتح على صفحة 14 ونجاوب على السؤال الموجود في صفحة 14. في صفحة 14 في عندي سؤال، السؤال كان كالتالي: أعدد الأدلة التي قدمها العلماء على نظرية التطور. هذا السؤال مش موجود في الكتاب، مش محلول، فمنحله لو سمحت على الكتاب لأنه فيه له مساحة كافية، وهم كم نقطة بنذكرهم بشكل سريع. طبعا الأدلة ذكرناها في أعلاه اللي هي علم التشريح المقارن والسجل الأحفوري والبيولوجيا الجزيئية. هيك بنكون أعطينا بعض الأدلة على حدوث التطور عند الكائنات الحية.
شغلة أخيرة قبل ما تخلص حصتنا لليوم، بدنا نتعرف على آليات تطور الكائنات الحية. آليات تطور الكائنات الحية يا عاشر، فعندي أكثر من آلية، ما راح ندرسهم كلهم اليوم، راح ندرس بس آلية واحدة اللي هي ما تسمى بالانعزال. أول شيء في البداية راح نتعرف، بحكي لك طرائق حدوث التطور. طرائق حدوث التطور هي نفسها آليات تطور الكائنات الحية. أول آلية أو أول طريقة ما يسمى بالانعزال. معنى الانعزال؟ طبعاً إحنا يا عاشر حكينا من طرائق حدوث التطور ما يسمى بالانعزال، والكلمة مش غريبة علينا. الانعزال يعني لما نحكي عن شخص منعزل فهو شخص دائماً بعيد عن المجموعة، هي معنى الانعزال. كيف أثر الانعزال على تطور الكائنات الحية؟ بحكي لك إنه يؤدي الانعزال بعض الأفراد عن بقية الجماعة إلى تغير في محتواها الجيني، فيظهر أفراد ذو صفات جديدة. طبعاً يعني هون صراحة أنا استغربت إنه حتى في الكتاب مش معطيني مثال عليها، لكن مثلا بدي أفرض إنه أنا معك إنه كالتالي، إنه أنا كان في عندي بحيرة، هذه البحيرة فيها مجموعة من الأسماك، ماشي؟ لسبب من الأسباب بعد مئات السنين انفصلت هذه البحيرة إلى قسمين، صار بركان فتكون الجزيرة، الجزيرة فصلت هذه البحيرة إلى قسمين. فلاحظ انه هلا صار في عندي بيئتين لما بدي احكي تكونت جزيره وفصلت البحيره، انا بحكي عن هلا تكون عندي منطقتين. فالاسماك الموجوده في المنطقه، الاسماك طبعا انعزلت عن بعض. هلا الاسماك اللي كانت لوحدها في المجموعه الاولى او في الجزء الاول، هذه راح تتكيف عشان تعيش في البيئه اللي تكونت عندها جديد. اما الاسماك اللي في القسم الثاني راح تتكيف لتعيش في هاي البيئه. افرض انه بعد ملايين السنين هذا الحاجز اللي فصل البحيرة تم ازالته لأي سبب من الاسباب، مش رح ترجع الاسماك تنجمع مع بعضها البعض. بحكي لك حتى لو انجمعت مع بعضها البعض بعد مئات السنين لن تستطيع التكاثر او تزاوج هذه الاسماك، لانه صاروا نوعين مختلفين، فهذا بنسميه انعزال. لما بدي احكي انعزال يا عاشر، الانعزال عندي عدة انواع، في عندي انواع مختلفة من الانعزال. في عندي الانعزال الجغرافي، الانعزال البيئي، الانعزال السلوكي، الانعزال الفصلي، والانعزال التركيبي. خمسة أنواع من أنواع الانعزال مذكورة عندي في الكتاب. طبعا هو مش شارح لي إياها، في السنوات السابقة كان مشروع عنها بالتفصيل، بس هلا هو مش شارح لي عنها، بس في بالكتاب صفحة 15 مختار نوع واحد عشان نشرح عنه اللي هو الانعزال الجغرافي. طبعا أنا صراحة ما قدرت أزودكم بالصورة لأن صارت صعبة إني أوجدها مثلها، ضروري يا مس وأنا بشرح هذا الجزء إنه يكون كتابك قدامك عشان تربط ما بين مفهوم الانعزال والصور الموجودة عندي في صفحة 15. فيا عاشر ارجع لكتابك صفحة 15 عشان تشوف أنا شو عم بحكي. طبعاً في صفحة 15 أنا في عندي ثلاث صور يا عاشر. في الصورة الأولى في عندي نوع من الأزهار، ونفس النوع لاحظ هم نفس النوع، لكن وين كانوا متوزعين؟ على ثلاث جهات، جهة اليمين وفي الوسط وجهة اليسار. لسبب من الأسباب ومع مئات السنين ارتفع مستوى البحر فقسم هذه المنطقة إلى جزئين. هلا المنطقة في الوسط الأزهار اللي فيها راح تموت، لأنه الأزهار ما بتعيش في البحر، بيئة البحر مالحة مش مناسب لنمو هذه الأزهار، فاختفت الأزهار اللي في الوسط. هلا صار في عندي أزهار على الطرفين. هلا كل زهرة من الطرف راح تتكيف مع البيئة اللي بتناسبها. لاحظ اختلف مثلا طول النبات، اختلف نوعا ما الأزهار، شكل الورقة وحجمها وطولها اختلفوا ما بين البيئتين المختلفات. بحكي لك انه بعد عدة سنوات وبعد ملايين السنين، افرض انه البحر رجع انحسر للخلف ورجعت البيئة كما كانت في المرة الأولى، هذول الزهرتين اللي ضلوا هم عبارة عن أفراد جماعتين مختلفتين، فلن يتمكنوا من التكاثر، لأنه هذه تكيفت بطريقة فصار عندها جينات خاصة فيها، وهذه تكيفت بطريقة وصار عندها جينات خاصة فيها. هذا النوع من الانعزال بسميه الانعزال الجغرافي. وهيك بنكون انهينا حصة الأحياء لليوم. بتمنى أنكم التلخيص في عاشر يكون على الدفاتر، ونكتب اليوم والتاريخ والعنوان، ويعطيكم ألف عافية مس.